فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اسم الغائط أكرمكم الله، هل هو اسم لما يخرج من المخرج أو هو اسم للأرض المنخفضة؟ في الأصل اسم للأرض المنخفضة، هذا في الأصل، لكن صار يطلق على الخارج، لأن الذي يقصد التغوط يذهب إلى مكان منخفض فسمي بالغائط، لأنه يذهب إلى مكان منخفض ليستتر به، وهو من إطلاق الاسم المحل على الغائط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على الخارج، من إطلاق اسم المحل الذي يقضي فيه حاجته على الخارج. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.